اعتبرت الولايات المتحدة تاريخياً أكبر مصدر لانبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم إلى حدود العام 2006، حين تجاوزتها الصين وأصبحت أكبر مصدر لانبعاث ثاني أكسيد الكربون في العالم. ووفق آخر الإحصاءات عام 2019، فقد تجاوزت انبعاثات الغازات الدفيئة في الصين ضعف الانبعاثات في الولايات المتحدة، حيث وصلت إلى 14 مليار و100 مليون طن متري، أي ما يمثل 27% من نسبة الانبعاثات في العالم. وتعد الولايات المتحدة مسؤولة عن 5 مليار و700 مليون طن متري من انبعاثات الكربون، ما يمثل 11% من إجمالي الانبعاثات. وتأتي الهند في المرتبة الثالثة من حيث المساهمة في انبعاثات الغاز ب 3 مليار و400 مليون طن متري، ما يمثل 6.6% من إجمالي الانبعاثات في العالم. وغير بعيد عن هذه النسب، تحل دول الاتحاد الأوروبي كتكتل في المرتبة الرابعة ب 3 مليار و300 مليون طن متري، بنسبة 6.4% من انبعاثات العالم. فيما حلت إندونيسيا خامسة بمليار و800 مليون طن متري، تليها روسيا بمليار و600 مليون طن متري، وبعدهما البرازيل بمليار و500 مليون طن متري، ثم اليابان بمليار و100 مليون طن متري. تعد الصين والولايات المتحدة أكبر دولتين مسببتين لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم، وأي محاولة لعلاج أزمة المناخ يجب أن تبدأ وفق الخبراء من هذين البلدين.